بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 36. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام، إلى هذه الحلقة الجديدة من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا ومرحبا معالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله معالي الشيخ. قال رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من باب الأذان: باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، والمراد بها مواقيت الصلوات الخمس، كما قال جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهذه المواقيت جاءت في القرآن مجملة بثلاثة مواقيت: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وفي قوله سبحانه: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في الآخرة وعشيا وحين تظهرون. هذه مواقيت ثلاثة مجملة بيّنتها السنة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله إلى خمسة مواقيت. نعم. عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال: قم فصله، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال: قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه المغرب فقال: قم فصله، فصلى المغرب حين وجبت الشمس، ثم جاءه العشاء فقال: قم فصله، فصلى العشاء حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر فقال: قم فصله، فصلى الفجر حين برق الفجر، أو قال: حين سطع الفجر، ثم جاءه من الغد للظهر فقال: قم فصله، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه للعصر فقال: قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم جاءه للمغرب وقتا واحدا لم يزل عنه، ثم جاءه للعشاء حين ذهب نصف الليل، أو قال: ثلث الليل، فصلى العشاء، ثم جاءه للفجر حين أسفر جدا فقال: قم فصله، فصلى الفجر، ثم قال: ما بين هذين وقت. وهذا الحديث فيه بيان المواقيت للصلوات، لأن الله جل وعلا قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وكل صلاة لها وقت من هذه الصلوات. فصلاة الفجر حين يطلع الفجر، وصلاة الظهر حين يصير ظل الشيء المرتفع مثله، يعني مساويا له، صلاة العصر حين يصير ظل الشيء مثليه، يعني طوله مرتين، وصلاة المغرب حين تغرب الشمس، وصلاة العشاء حين يغيب الشفق الأحمر، وصلاة الفجر حين يبرق الفجر. فهذه أوائل مواقيت الصلاة، وأواخرها آخر وقت الظهر حين يصير ظل الشيء مثليه ويدخل وقت العصر، وصلاة المغرب واحد، وقت صلاة المغرب واحد
حين تغيب الشمس ويأتي الليل من المشرق، صلاة العشاء آخرها حين إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل على حسب الرواية الواردة في ذلك. وجبريل عليه السلام أما الرسول، يعني صلى بالرسول في أول الوقت وفي آخره لكل صلاة، وقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين، فما دام الوقت قد دخل فإن المسلم يخير أن يصليها في أوله أو في وسطه أو في آخره، إلا أن المبادرة بالصلاة لأول وقتها أفضل. نعم. وكذلك إذا كان الجماعة يصلي مع جماعة فإن أو يصلي بجماعة فإنه يصلي على حسب ما يسهل عليهم ولا يشق عليهم بالتأخير. إذا رآهم اجتمعوا عجل الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا رآهم تأخروا أخر، فإنه لا يثقل عليهم في ذلك. نعم. وللترمذي عن ابن عباس وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، فذكر نحو حديث جابر المتقدم، إلا أنه قال فيه: وصلى المرة الثانية الظهر حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، وقال فيه: ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، وفيه: فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين. جبريل عليه السلام هو الذي يأتي بالوحي من رب العالمين إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم. جاءه جبريل بوقت الصلاة، صلى به أولا في أول الوقت لكل صلاة، ثم صلى به الثانية في آخر الوقت لكل صلاة، وقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين، يعني بين أول الوقت وآخره. فالمسلم متى صلى بعد دخول وقت الصلاة ولو في آخر الوقت فإنه قد صلاها أداء في وقتها والحمد لله. وعن جابر بن سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس. صلي الظهر إذا دحضت الشمس، يعني زالت عن وسط السماء إلى جهة الغرب، كما قال جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني زوال الشمس، فما دامت الشمس على الرؤوس فلا صلاة حينئذ، هذا وقت نهي. فإذا زالت عن الرؤوس إلى جهة الغرب وبان ظل ولو يسير من جهة الشرق فقد دخل وقت الظهر. عن أبي هريرة مرفوعا: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وهذا الحديث فيه دليل على تأخير الظهر عن أول وقتها إذا كان الحر شديدا وفيه في الأرض حرارة شق على الناس الذهاب إلى المسجد مع الرمضة، فإنه يبرد بهم، يعني يؤخر الظهر إلى أن تبرد الأرض دفعا للمشقة عن المسلمين. هذا الحديث فيه دليل على الإبراد بالصلاة في شدة الحر ومراعاة أحوال الناس، دفع المشقة عنهم، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقت صلاة الظهر ما لم تحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق،
ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس. نعم، هذا فيه بيان تحديد أواخر المواقيت الصلاة، أن صلاة الظهر إلى قبيل دخول وقت العصر حين يصير ظل الشيء مثله، هذا آخر وقت الظهر. ووقت صلاة المغرب إلى أن يغيب ثور الشفق، الشفق الأحمر، فإذا غاب الشفق الأحمر يبدأ وقت العشاء ويمتد إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل على الروايتين. فوقت العشاء موسع والحمد لله. ووقت صلاة الفجر حين يطلع الفجر، حين يطلع الفجر ويمتد إلى أن يسفر، إلى أن يسفر الفجر، كل هذا وقت لصلاة الفجر، صلاها في عند طلوع الفجر أول ما يطلع أو أخرها إلى أن يسفر. نعم. وفي رواية له وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول. نعم، هذا فيه امتداد وقت الظهر إلى أن يدخل وقت العصر، يصير ظل الشيء مثله، وأن آخر صلاة المغرب إلى أن يغيب ثور الشفق، صلاة المغرب حين يعني له أن يؤخرها إلى أن يغيب ثور الشفق ويدخل وقت العشاء، فوقت المغرب ممتد من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر، ويدخل عند ذلك وقت صلاة العشاء، ووقت صلاة العشاء يمتد من حين يغيب ثور الشفق الأحمر إلى نصف الليل أو إلى ثلث الليل. نعم. وعن أنس مرفوعا تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، والنفاق نوعان، نفاق أكبر وهو نفاق الكفار الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، هذا نفاق أكبر يخرج من الملة، ونفاق أصغر كما في قوله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وهذا النفاق الأصغر، ومنه الرياء أن يرائي الناس بعمله أو بأفعاله لأجل أن يمدحوه، فهذا نفاق أصغر يجب التوبة منه. نعم. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، وأمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار أو لم، وكان أعلم منهم، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول طلعت الشمس أو كادت، وأخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر فانصرف منها والقائل يقول احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق
وفي لفظ فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وأخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال: الوقت فيما بين هذين. نعم، هذا الحديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة، فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم بالقول وإنما أجابه بالفعل، فإنه صلى الظهر حين دحضت الشمس، صلى العصر حين صار ظل الشيء مثله، صلى المغرب حين سقطت في الأفق وغاب قرصها، صلى العشاء حين غاب الشفق الأحمر، هذا في اليوم الأول. في اليوم الثاني صلى الظهر حين صار ظل الشيء مثله، يعني صلاها في آخر وقتها، وصلى العصر حين احمرت الشمس يعني قاربت الغروب، وصلى المغرب حين غاب الشفق الأحمر، وصلى العشاء حين ذهب ثلث الليل. فبين لهذا الرجل أن الصلاة لها وقت أول ووقت آخر، فإذا صلاها في أول وقتها فحسن، وإن أخرها إلى آخر وقتها فحسن، إلا أن التعجيل في أول الوقت أفضل، لكن هذا لبيان الرخصة وبيان تحديد الوقت منه صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن رافع بن خديج قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. هذا في دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقدم المغرب في أول وقتها، فيصليها إذا غابت الشمس في الأفق، ويصلي العشاء حين يغيب الشفق الأحمر، ويصلي الفجر حين يبزغ الفجر، فهذا فيه أنه صلاها في أو صلى كل صلاة في أول وقتها في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني صلى كل صلاة في آخر وقتها، وقال الصلاة ما بين هذين الوقتين، أول الوقت وآخر الوقت. نعم. وعن جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا وجبت. صلي المغرب إذا وجبت يعني سقطت في الأفق، الوجوب هو السقوط، فإذا غابت الشمس في الأفق فقد دخل وقت المغرب، وقولنا في الأفق يخرج ما لو غابت من وراء جبل أو من وراء مبنى، فهذا لا يدخل به وقت المغرب، إنما يدخل وقت المغرب إذا غابت الشمس في الأفق وأقبل الليل من جهة المشرق، فحينئذ يفطر الصائم ويصلي المصلي المغرب. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وضعف مثوبتكم. إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذه الحلقة، نواصل إن شاء الله وإياكم في الدرس القادم إن شاء الله، وأنتم على خير. ما بقي من باب المواقيت. هذا يزيد الهريش، يترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.